نديرو الشباكيه المقروط السيجار البريوات البليغه وانواع اخرى بحال الحلوه الحمراء وكاين انواع اخرى ما تنديروهمش يقدركناش الوقت باش نديروهم كاين انواع اشكال اخرين ديال حلوه العسل دابا كعرف شويه تولي الخدمه متراكمه شويه وتيكون شويه الاقبال على الشباكيه ولا المنتوجات اللي تنصاوبو حنايا وشي تكون شويه التصهير وشويه التعب وشويه مجهودات شويه تكون زايده شويه ها كاين اقبال دا اقبال شويه على الشباكيه ولا هذا شويه عندنا مراحل ديال العجينه ديال تنعجنوها هي الاولى وعاد تنجمعوها وتنحط تندلكوها وتنحطوها في الطابله وعاد تنقرصوها وعاد تبداو التوراق وتبداو نجرو ديك الساعه وتنشبكوها وتدوز للمقله ومن المقله تطيب تندوزوها للعسل ومن العسل تندوزوها للمستهلك الكليان الاثمنه كاينه ابتداء الشباكيه 30 درهم بحال المقروط 30 البريوات والسيجار داير 40 درهم البليغه 35 اثمنه مناسبه بالنسبه للاثمنه ديال السلعه دابا اللي واقعه دابا خياليه راك تشوف دابا شنو هاد الزياده هذا وين بالنسبه لينا حنا ما يمكنش نزيدوا على الكليان حيت الكليان هو بعام من الخدامين دابا حنا اللي نستعليو هذه ما غيتقبلهاش اللهم تتصبر وتجي فينا وهادشي اللي كاين بحال بحال الاثمنه بحال العام اللي فات بحال هذا العام ولكن بالنسبه للشيء بحال دابا البليغه وداكشي فيها الجلجله طالعه هذا العام بزاف زدنا فيها في الثمن ديالها تزاد بالنسبه دابا للجلجلان تنديروه للشباكيه على برا اللي بغى الجلجلان تنرشوا ليه الجلجلان كاين اللي ما تيبغيهش البليغه تتعجن بالجلجلان زايد زدنا الثمن ديال هذا العام لا كان اقبال ولي التفاعل ماشي بحال الاعوام اللي فات شويه ناقص هذا العام شويه ماشي بحال الاعوام اللي فات ها ما نقولش لا لازم ما واش الناس السلعه تزادات ولا ما فهمتش انا ما الاقبالات العام ماشي بحال الاعوام اللي داز مبروكم عواشركم اخي وطلع عليكم تدخل في الصحه والسلامه على المغاربه كاملين ان شاء الله